السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. وش هي وجديدة الفيديو دي اليوم؟ كيف كتشوفوا معايا طبق ولا أروع. هالطبق هذا يمكن لكم تقدموه لعائلة ديالكم، الضيوف ديالكم، وانتم كلكم ثقة أنه غادي يعجبهم بزاف بزاف. واحد البنة فيه روعة، يعني بحال المذاقات ديال الأطباق ديال العراس، نكهة رائعة جدا. فقط تبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم، فإن شاء الله إلا جربتوا أكيد غادي تكونوا فرحانين بهذا الطبق هذا. فندوزوا إن شاء الله نشوفوا المقادير طريقة التحضير. فغادي نبدا بسم الله. هنا هاد اللقطه هادي الا ما بغيتوش تشوفوها يمكن لكم تدوزوها، انا فقط درتها نزولا عن طلب واحد السيده اللي طلباتني انها ملي كتبغي تغسل الدجاج ديك الجلده ديالو كتبقى تزلق ليها وما كتبغيش تحيدها، وطيبات الدجاج وجاها الزفر وما قدرش تاكله. فدائما كنقول ان البنه ديال الدجاج كتبدا من الغسيل، فوعدتها باش يعني ندير هاد المقطع هذا. اول حاجه ملي كنبغيو نغسلو الدجاج ملي كنشريوه ما كنفزقوهش نهائيا بالمره باش ما يبقاش يتزلق لينا الجلده، كنخليوه ناشف وكنديروا فقط الملح. الملح كنرشوها عليه مزيان وهي اللي كتساعدنا اننا نجرو ديك الجلده وهي ناشفه، وكنعاودو نرشو الملح وكنحيدو الجلده الاخرى اللي كتكون رقيقه بزاف، كتكون لاصقه على اللحم. هذيك الجلده اللي رقيقه كتشوفوا معايا دابا هنا، فإلا ما حيدتوهاش هي اللي كتعطي ديك الزفوره. ملي كنطيبوا الدجاج ويبرد كن يعني نقدروا نذوقوا فيه ديك الزفوره، السبب ديالها هي هذه الماده اللزجه اللي كتكون لاصقه على اللحم. صافي، هذه هي الطريقه انكم يعني السر انه ما خصوش يفزق نهائيا بالماء باش نقدروا نجروا الجلده بكل سهوله ونحيدوا حتى الجلده الرقيقه. من بعد كنخليه بديك الملح ديالو وكندير فيه نخوي عليه شويه ديال الماء. هنا تقريبا عندي 2 كيلو لاروب ديال الدجاج، درت 2 ديال الحامضات كبار كنديروا فيه شويه الماء الحامض. صافي، وغادي نعصر الحامض ونخلي دوك القشور حتى هما كنمعسهم، وكنضيف واحد تقريبا 3 حتى 4 المعالقات ديال الخل الابيض، وغادي نخلي هاد الدجاج مرقد في هاد الماء في الحامض والخل لمده تقريبا واحد 20 دقيقه. ومن بعد كنشلو بالماء عادي وكنخليه كيتقطر مزيان حتى كينشف، وديك الساعه اما كطيبوا به واما كديروه في المجمد اللي بغيتو. هنا من بعد ما شللتو وخليتو كيتقطر مزيان من الماء كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا معايا، يعني كيبان نقي وما فيه حتى شي حاجه. فغادي نبداو دابا بالتتبيله اللي غادي نديرو لهاد الدجاج هذا. غادي ناخذ 4 الحبات اولا 4 الفصوص ديال الثومه اللي يكونوا كبار كنحكوهم مزيان، ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن، وغادي نديرو الملح حسب الذوق. هنا غادي نكثر شويه العطريه حيت غادي نبغى هي اللي غادي نسم بها الروز من بعد. كندير شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، البزار غير شويه لانه طبق حلو، من الاحسن ديروا البزار الابيض، انا غير ما متوفرش ليا حسن من البزار الاسود. كندير واحد معلقه ونص ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ونص، ومعلقه ونص ديال سكين جبير بودره. كيف لاحظتوا يعني التوابل شويه بالزيت. من بعد غادي ناخذ قعقله اولا حبه الهيل، وغادي ناخذ 5 ديال الحبات تقريبا، وغادي نضيفهم لهذا الخليط هذا. كنحسبهم باش من بعد ملي كيطيب الدجاج يعني سهل عليا انني نحيدهم. الا عندكم مطحونه كديروا واحد ربيع معلقه ديال الهيل مطحونه. من بعد كنضيف الزعفران حر اولا الزعفران شعره. فهاد الطبق هذا 3 ديال التوابل اللي كيميزوه يعني باش كيجي بنين بزاف وضروريين في هذا الطبق هما الهيل، الزعفران شعره، والسمن كذلك. من بعد كنضيف واحد كاس الا ربع تقريبا يعني كاس ديال اتاي ما عامرش بالماء، وكنخلط به هاد التوابل مزيان، وكنحاول انني كندوب داك السمن، وكنجيب الدجاج وغادي نبدا كندوز الدجاج اولا كنشرمل الدجاج في هاد التوابل مزيان حتى كتدخل فيه العطريه كلها. هنا رانا مازال ما درتش الزيت،
صافي من بعد ما كان ندوز داك الدجاج كله هنا عندي 2 كيلو الا ربع ديال الدجاج يعني 2 كيلو الا ربع ديال هاد الفخيضات هادو صافي غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه في الثلاجه تقريبا واحد الساعه حتى ساعتين اقل حاجه خليه ساعه حتى يشرب مزيان العطريه من بعد غادي نجيبو الطنجره اللي غادي نطيبو فيها من الاحسن تكون طنجره شويه كبيره كناخذو 2 حبات ديال البصله هاد البصله انا غادي نحتاجها فقط باش تطلق ليا الماء ديالها كنفرشوها لتحت وكنجيبو القطع ديال الدجاج وكنحطوها كنستفوها فوق ديك البصله صافي من بعد هنا كناخذو واحد الكاس الا ربع مره ثانيه باش كنشلو به ديك العطريه اللي بقات لينا في الطاسه اولا في السوبيره كيف لاحظتوا كاس الا ربع خلطت به العطريه وكاس الا ربع هو اللي كنشلل به ديك العطريه فقط هذا هو الماء اللي غادي ندير من الاول حتى الاخر ما غاديش نضيف ولا قطره ماء يعني ديك البصله هي اللي غتطلق لي الماء وهاد الشويه اللي شللت به العطريه فقط ما نزيدش باش تجيني هاد الشهيوه يعني خاتره ومركزه فيها البنة من بعد غادي نضيف 2 عويدات ديال القرفه فما ديروش القرفه غبره اولا مطحونه هنا باش تبقى لي داك المريقه صافيه وزوينه 2 عويدات ديال القرفه صافي وغدا ندير الطنجره على عافيه اللي تكون مهيله ونغطيوها مزيان باش تطلق لينا الماء ويجينا داك الدجاج ديالنا مدغمر وغادي نخليوها طيب تقريبا واحد يعني تبدا يدخل فيها الطياب هنا غادي ندوز باش غادي نحضروا يعني التفايه اللي غنرافقوا معها الطبق هذا غادي ناخذ واحد مقله وغادي ندير فيها جهد واحد 4 المعالق ديال الزيت النباتيه العاديه وغادي ندير هنايا البصله كتبقى على حسب يعني نتوما شحال بغيتوا ديروا واش يعني تفايه كثيره اولا قليله هنا عندي تقريبا واحد جهد كيلو ما كاملش ديال البصله مشنفه رقيقه من الاحسن تكون بصله بيضه كنديرها في هنايا وكنخليها كتشحر مع ديك الزويته حتى يعني كتشحر مزيان من الاحسن ان تكون واحد المقله ما كتلصقش باش تساعدكم ما تغطيوهاش باش ما تطلقش لكم الماء فقط غير كتبقاو تحركوها مره مره بعد ما كتدبل البصله مزيان كنزيدوا ليها التوابل الملح حسب الذوق الملح غير شويه حيت البصله غادي تكون حلوه كنضيفوا واحد رويس معلقه ديال السكنجبير رويز المعلقه ديال الخرقوم والسكر كيبقى على حسب الذوق هنا تقريبا درت انا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر نتوما مني تعسل لكم ديك الساعه ذوقوها ولا بغيتوا تزيدوا السكر كتزيدوا السكر على حسب الذوق ديالكم كنزيد واحد نصف معلقه هنا هاد المره قرفه اللي مطحونه اولا قرفه بودره كنحركو مزيان ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الزعفران شعره وكيعطيها واحد المذاق رائع بزاف وهنا عندي شويه ديال المشماش اللي غسلته وقطعته هكا مكعبات صغيره جهد تقريبا قد الحبه ديال الزبيب فعاود غادي نديرو الزبيب في هاد مع هاد البصله انايا درت المشماش كيجي المذاق ديالو رائع بزاف وغادي نخليها كتشحر مزيان حتى اللون ديالها كيولي ذهبي وكتعسل ديك البصيله هنا الدجاج ما من بعد ما داز تقريبا واحد نصف ساعه هنا غادي ناخذ غادي نضيف ليه الزيت واحد تقريبا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون من الاحسن زيت الزيتون كتضيفوها صافي وغادي نرجع نغطيه وكنخليه كيطيب دائما على عافيه مهيله باش يعني ما تبخرش لينا ديك المريقه وتنشف لينا من بعد هنا ما بدا كيدخل فيه الطياب غادي ناخذ واحد اما تاخذوا فرشيط اولا اي حاجه وغادي تقلبوا دوك الفخيضات ديال الدجاج غير بشويه كتقلبوهم على الجهه الاخرى باش كيطيبوا من الجهه الاخرى باش العطريه اللي كتكون لاصقه في الدجاج الفوق حتى هي كتهبط لتحت صافي وغادي هنا غادي نخليه
كيكمل الطياب ديالو، ودائما كنخليوه مغطي كيف كتشوفوا معايا هنا المريقه ديالو خاتره. هنا غادي ندوزو باش غادي نوجدو الروز. بالنسبه للروز فالطريقه بلا بغيتوه ينجح لكم في اي وصفه وما يجيكمش معجن ويجي حبه حبه. هنا الروز انا راه استعملت غير الروز العادي الصفر اللي كنديرو في السلطات. السر هو انكم تغسلوه مزيان مزيان مزيان، يعني تبقاو كتغسلو فيه حتى كيتقطع منه نهائيا النشا، وداك الماء ديالو كيبقى يهبط صافي، ما يهبطش بحال الحليب ابيض، يولي ما صافي تماما. كنديرو فواحد الطنجره اللي تكون واسعه كبيره، كنديرو الملح، يعني كنملحو الملح العاديه ماشي غير شويه باش نسلقو، كنملحو الملح العاديه. وغادا نضيف 5 د الحبات ديال الهيل باش كنسمو، 5 د الحبات ديال القرنفل، وإلا عندكم باديانه يعني ديك النجمه فغادي نديرو جوج ديال الحبات، انا ما توفراش عندي اليوم. من بعد غادا نضيف جوج عويدات ديال القرفه، ما نديروش هنا القرفه بودره. وغادي نضيفو كذلك شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نديرو الماء الكافي، يعني غادي نعمرو عليه الماء باش مني يطيب ما يتعجنش لينا، يعني خصو الروز مني يطيب يكون مازال كيعوم في الماء باش ما يلصقش مع بعضياته يعني ويجينا معجن. صافي غادي نخليه حتى كيدخل فيه طياب تماما، ما كنبقاوش نحركوه كل مره، نحركوه غير مره واحده ونخليوه على عافيه اللي تكون متوسطه حتى كيوجد. هنا من بعد ما طاب الروز كيف كتشوفوا راه باقي فيه الماء، والماء هنا كيبان لكم راه ما معجنش، يعني الروز حبه حبه. فهذا هو السر ديالو، يعني غير غسلوه مزيان وكثروا ليه الماء. صافي هنا انا غادي نصفيه من بعد ما طاب، راه وجد. كتصفي واحد الصفايه اللي تكون كبيره باش يهبط منه الماء، ما تغسلوش غير صفيوه وخليوه ينشف شويه. هنا من بعد ما وجد الدجاج صافي هنا راه طاب، وبقات لي هاد المريقه هادي مركزه. ف صافي هنايا هاد الدجاج ما كتحتاجوش انكم تدخلوه تحمروه في الفران، حيت كتشوفوا معايا هنايا اللون ديالو مدهب يعني ولا اروع، وديك المريقه خاتره وبنينه. صافي انايا هنا غادي نحيد الدجاج، غادي نديرو فواحد الطبيصيل. غادي ناخذ الروز من بعد ما صفيتو، الروز كتخليوه اخر حاجه كطيبو باش يبقى لكم سخون. فإلا برد لكم الروز ديروه في كسكاس وفوروه واحد التفويره باش يبقى، باش يعني تقدموه سخون، ضروري خصو يتقدم سخون. من بعد ما حيدت الدجاج كتبقى لي ديك المريقه مركزه هنا، راهو تقريبا واحد 3 د الكيسان ديال لاصوص، كيسان صغيورين ديال لاصوص اللي عندي في هاد المريقه هذه. كندير واحد الشبكه وكنصفيها باش ما نهبطش ديك البصله، لان البصله كيف قلت لكم في الاول انا بغيتها غير باش تطلق ليا الماء ديالها. صافي كنحيدها وكن كن يعني كنخلط الروز مع ديك المريقه باش كيتنسم ليا مزيان، وكيف قلت لكم ضروري الروز يكون سخون مزيان. صافي غادي نخلطو مزيان تيشرب ديك المرق، وغادي نديرو في اي مول بغيتو، يعني التقديم كيبقى اختياري نتوما وشنو بغيتو. كنقلبو في طبق التقديم، هنا انا ما نخليش بحال هكا، غادي نحاول انني نقادو بيدي بهذه الطريقه هذه بحال كندير كنطلع الجناب باش نقدر فين نحط الدجاج. صافي كنستف دوك الفخيضات بهذه الطريقه هذه حتى كندورهم كاملين على الطبصيل. كنسخن ديك البصيله اللي عسلت، وغادي نحطها بهذه الطريقه هذه فوق دوك الركيبات ديال الدجاج في الوسط. صافي وغادي هنايا انايا زينت يعني بالبيض في الجناب، ومن بعد درت شويه ديال اللوز من الفوق. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي واحد الطبق البنه ديالو ولا اروع، يعني بحال كتاكلو شي طبق يعني تقليدي بنه ديال كيف كنقولوا ديال العراس، بنه رائعه جدا جدا. فقط تبعوا هذا الشيء اللي قلت لكم
والمراحل كلها والنصائح غيجيكم بنين بزاف، ما تشبعوش منه هذا الطبق هذا. فإلا كان الفيديو ديال اليوم عجبكم خليوا لي لايك للتشجيع وتعليق، كنقول لكم إلى اللقاء في فرصة قادمة، مع السلامة.